ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض وأسئلة الامتحانات. كيف تحصل على التلوين، كيف تحصل من التلوين على بنزوات الإيثايل؟ برضو احنا عمالين نعيد ونزيد في أسئلة كيف تحصل علشان حضرتك تتمرن على ازاي تفكر فيها وبالتالي هتحلها. عشان نجيب بنزوات الإيثايل، احنا قلنا بنزوات الإيثايل ده إستر. طيب الإستر بيجي منين؟ بيجي من حمض وكحول. يبقى انا عشان اجيب بنزوات الإيثايل لازم يكون الاول عندي حمض البنزويك. طيب جبت حمض البنزويك منين؟ والله احنا جبناه مره واحده بس، كان من اكسده التولوين، وده اللي باين قدامك على الشاشه. لما حضرتك بتاخد التولوين اهو وتاكسده في وجود V2O5 بيطلع حمض البنزويك. بعد كده بناخد حمض البنزويك بفعله مع الكحول الإيثيلي في وجود حمض الكبريتيك المركز نازع للمية عشان يطلع إستر بنزوات الإيثايل. ما المفهوم العلمي الذي تعبر عنه العبارات الآتية؟ عدد يمثل الشحنة الكهربية الموجبة أو السالبة التي تبدو على الأيون أو الذرة في مركب سواء كان تساهمي أو أيوني. والله ده اسمه عدد التأكسد. مجموعة العناصر التي يمتلئ غلاف تكافؤها بأقل من نص سعته. خلي بالك، لو قال لي أقل من نص سعته يبقى ده فلز، لو قال لي أكتر من نص سعته يبقى لا فلز، طب لو قال لي بنص سعته بالظبط ده اسمه الشبه فلز. أعداد تحدد الأوربيتالات وأشكالها وطاقتها واتجاهاتها، دي أعداد الكم. الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة في الحالة الغازية إلكترون أو أكتر، ده الميل الإلكتروني. وخلي بالي برضو، لو جه قال لي قارن بين الميل والسالبية، من الأسئلة اللي اتكررت كتير قوي في امتحانات الثانوية العامة، قارن بين الميل والسالبية، بقول له إن الميل الإلكتروني الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة إلكترون أو أكتر، أما السالبية الكهربية فهي تعبر عن قدرة الذرة على جذب إلكترونات الربط. الميل الإلكتروني يعبر عن ذرة مفردة، أما السالبية الكهربية فهي تعبر عن ذرة مرتبطة. تعال نشوف كمان استخدامات كل من كلوريد الكوبالت. بالنسبة لكلوريد الكوبالت أنا سايب لك هنا السؤال مفتوح، لكن أنت عارف أن كلوريد الكوبالت فيه منه نوعين، فيه كلوريد كوبالت مائي وكلوريد كوبالت لا مائي. بالنسبة لكلوريد الكوبالت المائي اللي هو COCl2-6H2O ده لونه وردي فاتح فبيستخدم كحبر سر. أما كلوريد الكوبالت اللامائي اللي هو مفهوش مية COCl2 ده بيستخدم في التنبؤات الجوية. طب البولي إيثيلين، بالنسبة للبولي إيثيلين ده احنا بنستخدمه في خراطيم المية، في الكياس البلاستيك، في جراكن المية، زي ما انت عايز اي حاجة بلاستيك. التيتانيوم، انت عارف في الباب الخامس ان التيتانيوم يستخدم في عمل هياكل الصواريخ والطائرات، ولو سألتك ليه هتقولي لانه يحافظ على متانته في درجات الحرارة العالية. طب والإيثيلين جلايكول، الإيثيلين جلايكول احنا قلنا لما بيتفاعل مع التيرفيساليك عشان يكون الياف الدكرون، دي بتستخدم كمان في استبدال شرايين القلب التالفة. لكن كمان بالنسبة للإيثيلين جلايكول هو زيوت فرامل، بيستخدم الإيثيلين جلايكول وده مهم برضو كمانع لتجمد المية في مبردات السيارات. ولو قلت لك ليه هتقولي لأنه في مجموعتين OH فبيكون روابط هيدروجينية مع المية ويمنع تقارب جزيئات المية. حمض البكريك، بيستخدم حمض البكريك كمرهم للحروب. كيف تميز عمليا بين الإيثانول والفينول؟ فاكر السؤال ده انا قلته لك في مرة قبل كده، ازاي تفرق بين الإيثانول والفينول؟ اقول له انا بفرق بينهم في حاجة مميزة قوي للفينول اللي هي تضيف عليه كلوريد الحديد الثلاثي. في حالة الفينول بيتكون لون بنفسجي، اما مع الإيثانول لا. دي مميزة. وقلت لك كمان واحنا شغالين كده جت في دماغي، قلت لك كمان ممكن افرق بينهم بان انا اضيف على الاثنين حمض زي حمض الهيدروكلوريك. في حاله الايثانول هيحصل تفاعل هيتكون كلوريد ايثايل ومي، اما في حاله الفينول فلا يحدث تفاعل. ليه؟ لان كلاهما
احماض ولصعوبة فصل او نزع مجموعة الـ OH من حلقة البنزين لشدة الترابط اللي بينهم. لكن المتعارف عليه السهل ان انا في الفينول بحط عليه كلوريد حديد ثلاثي فبيدي لون بنفسجي. من الحاجات برضو الاساسية فرقت الامتحان تحضير حمض النيتريك وتحضير النشادر. احنا هنا جايبين سؤال كيف تحضر حمض النيتريك في المعمل مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة معادلة التحضير. وفي مرة فاتت جبت لك برضو رسمة جهاز تحضير النشادر ومعادلة التحضير. بالنسبة لجهاز تحضير حمض النيتريك في المعمل، بنجيب المعوجة دي اللي هو الدورق المعوج، بنفتح الفتحة اللي فيه، بنحط الخامات اللي انا بستخدمها وهي عبارة عن نترات البوتاسيوم زائد حمض الكبريتيك المركز. يبقى انا بستخدم نترات بوتاسيوم وحمض كبريتيك مركز. وخلي بالك معايا لما اقول لك ليه بيستخدم حمض الكبريتيك المركز، هتقول لي لانه اكثر ثباتا، لانه اكثر ثباتا. علل يستخدم حمض الكبريتيك في تحضير النيتريك، هتقول لي لانه اكثر ثباتا. بعد كده بنسخنهم على النار، بس التسخين لازم يكون هين، يعني تسخين بسيط شويه، ما تزيدش درجه الحراره عن 100. طب هنا السؤال الثاني بتاع علل، يجب الا تزيد درجة التسخين عن 100 درجة مئوية، قلنا حتى لا ينحل الحمض الناتج. احنا ادينا لك معادلة انحلال حمض النيتريك او اثر الحرارة على حمض النيتريك، وقلت لك ان هو بينحل لمية وان O2 O2، وعشان بيطلع منه الاكسجين قلنا عليه ان هو مادة مؤكسدة. فبحط نترات البوتاسيوم مع حمض الكبريتيك. يعني انا ممكن اجيب لك سؤال برضه اقول لك ايه، وضح بالمعادلات ماذا يحدث عند تسخين نترات البوتاسيوم مع حمض الكبريتيك المركز. فبيطلع كبريتات بوتاسيوم زائد حمض النيتريك. حمض النيتريك بستقبله في الدورق ده اللي موجود في حوض فيه ميه بارده، علشان برضو اقدر اكثف اكبر كميه ممكنه من حمض النيتريك. رسمه الجهاز مهمه، معادله التحضير مهمه، شروط التفاعل مهمه. برضو مهم جدا انك تعرف حوالين الرسمه ان في سؤالين علل في الجزئيه دي. السؤال الاولاني ليه بتستخدم حمض الكبريتيك في تحضير حمض النيتريك، وقلت لك لانه اكثر ثباتا. السؤال الثاني طيب ليه مفروض درجه التسخين ما تزيدش عن 100، وقلت لي حتى لا ينحل الحمض الناتج. علل لما ياتي، في مجموعات الجدول الدوري يقل جهد التأين رأسيا في المجموعة الواحدة. ليه في المجموعة الواحدة لما بيزيد العدد الذري جهد التأين بيقل؟ ها، عارف الإجابة؟ قلت لك لو سألك على جهد تأين ميل إلكتروني سالبية كهربية، أول حاجة تتكلم عنها في الإجابة نص القطر. لازم إجابتك يكون فيها نص القطر. يعني لما يقول لي ليه جهد التأين بيقل؟ هقول له لأن في المجموعات كل ما ننزل لتحت نص القطر بيزيد، ونص القطر وجهد التأين العلاقة بينهم علاقة عكسية. بص كده الإجابة، لأنه بزيادة العدد الذري يزيد نص القطر فيقل جهد التأين. يبقى لما نص القطر بيزيد جهد التأين بيقل، والعكس صحيح، فالعلاقة عكسية. الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين تساهمية قطبية. افتكر معايا كده، احنا قلنا ان السالبيه الكهربيه هي اللي بتحدد او ليها دور كبير قوي في تحديد نوع الرابطه. يعني اذا كان فرق السالبيه بين الذرتين اللي موجودين في الجزيء اكبر من 1.7، يبقى الرابطه هنا اسمها رابطه ايونيه. اما اذا كان الفرق اقل من 1.7، يبقى اسمها تساهميه قطبيه. طب اذا كان الفرق بين الذرتين في السالبيه الكهربيه يساوي صفر، يبقى اسمها تساهميه نقيه. فلما يقول الرابطه في جزيء كلوريد الهيدروجين تساهميه قطبيه، هقول له لان فرق السالبيه بين ذرتي الكلور والهيدروجين اقل من 1.7. عبر بالمعادلات الرمزيه عن تفاعل فريدل كرافت لتحضير الطولوين. تفاعل فريدل كرافت، او يقول لي عليه تفاعل الكاليه البنزين، اللي هو تفاعل البنزين مع هاليدات الالكايل في وجود ALCL3 عامل حفاز عشان يطلع ميثايل بنزين او اللي احنا بنسميه الطولوين. كيف تحصل على الاسيتامايد من الايثاين؟ اسيتامايد، ارجع تاني، انا بحب الاسئله دي قوي، بتشغل دماغي.
الأسيتامايت احنا جبناه منين؟ والله الأسيتامايت ده يا مستر كان عبارة عن استر أسيتات مثلا إيسايل وفعلته مع النشاتر. طيب يبقى أنا عشان أجيب الأسيتامايت لازم أجيب الإستر. طيب الإستر بتجيبه منين؟ والله أنا بجيب الإستر من حمضه كحول. يبقى عشان أجيب الإستر لازم يكون عندي كحول. طب الكحول اللي جبته منين؟ أو الحمض جبته منين؟ ما واحد من الاتنين. الإيساين اللي هو الإستلين. لو خدت الإيساين عملت له هيدرة حفزية، وأنا مش كاتب المعادلة دي هنا لأنها اتكررت أكتر من مرة. لو خدت الإيساين عملت له هيدرة حفزية بيطلع أسيتالدهايد، وبعدين لما أكسد الناتج يطلع حمض الأسيتك. هاخد حمض الأسيتك أفعله مع الكحول الإيسيلي في وجود حمض الكبريتيك عشان يدي إستر أسيتات الإيسايل اللي هو CH3COOC2H5 إستر أسيتات الإيسايل. أخد إستر أسيتات الإيسايل أهو وفعله مع النشادر اللي احنا مسمينه التحلل النشادري، مهم جدا 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 في المصطلح العلمي. فالتحلل النشادري للإستر هيديني أسيتاميد اللي هو CH3CONH2، أسيتاميد أو أميد حمض الأسيتك زائد C2H5OH الكحول الإيسيل. طب الأسيتاميد ده ليه أخوه اللي هو البنزاميد، كيف تحصل على البنزاميد بس من الطولوين؟ ماشي نفكر فيها تاني. البنزاميد بجيبه لما يكون عندي إستر بنزوات وفعله مع النشادر. طب هتجيب إستر بنزوات منين؟ الإستر بجيبه من حمض كحول، يبقى لازم يكون عندي حمض زي حمض البنزويك. طب حمض البنزويك جبته منين؟ والله جبته من الطولوين. طب يا مستر أنت مش كاتب المعادلة دي؟ ما أنا برضو مكررها أكتر من مرة، فقلت أسيبك أنت تفكر. هبتدي الطولوين، أخد الطولوين، هو مش مكتوب المعادلة هنا، هاخد الطولوين أعمل له أكسدة في وجود V2O5 خامس أكسيد الفانيديوم عشان يدي حمض البنزويك أهو. أخد حمض البنزويك أفعله مع الكحول الإيسيلي في وجود حمض الكبريتيك كنازع للمية عشان يمنع التفاعل العكسي، يطلع إستر بنزوات اللي هو حلقة بنزين COOC2H5 إستر بنزوات الإيسايل. هاخد إستر بنزوات الإيسايل، بص أنا هنا عامل حاجة عشان برضو أنت ما تقلقش. حلقة البنزين كتبها C6H5، يعني أنا ممكن أعمل حلقة البنزين زي ما هي كده أو أكتبها C6H5. C6H5 دي ترمز لحلقة البنزين، وبعدين COOC2H5 اللي هو الجزء ده أفعله مع النشادر اللي هو التحلل النشادري عشان يكون C6H5 اللي هي حلقة البنزين برضو CONH2، ده اللي احنا بنسميه البنزامايد. خلي بالك من أسيتامايد وبنزامايد. أسيتامايد يبقى أسيتات الإيسايل اللي هو إستر أسيتات الإيسايل مع النشادر، بنزامايد يبقى إستر بنزوات الإيسايل مع النشادر. علل لما يأتي. تفضل الإلكترونات أن تشغل الأوربيتالات مستقلة يعني فرادة قبل أن تزاوج في المستوى الفرعي الواحد. ليه الإلكترونات بتحب أن هي تقعد في الأوربيتالات فرادة أولا؟ افتكر معايا، إحنا قلنا فرادة أولا لأن ذلك أفضل من ناحية الطاقة. أنا لما أكون قاعد لوحدي في أوضة كده لوحدي أحسن ما يبقى حد قاعد معايا، لأن طالما في حد معايا بيحصل بيننا مشاكل، بيحصل بيننا تنافر. لكن لما تكون قاعد لوحدك تبقى انت هادي مستريح، يبقى لان ذلك افضل من ناحيه الطاقه. والسؤال الثاني اللي بيجي معاها برضو، طب ليه الالكترون بيزاوج في نفس المستوى ولا ينتقل لمستوى اعلى؟ قلنا لان الطاقه الناتجه عن التنافر اقل من الطاقه اللازمه للانتقال. لكن السؤال اللي قدامي بيقول لي ايه؟ تفضل الالكترونات ان تشغل الاوربيتالات فراده اولا مستقله قبل ان تزاوج لان ذلك افضل من ناحيه الطاقه. طب لا يتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز، ليه الحديد ما بيتفاعلش مع حمض النيتريك المركز؟ او لا يؤثر حمض النيتريك المركز على فلز الحديد والكروم والالومنيوم؟ هقول له ده بسبب ظاهره اسمها ظاهره الايه؟ الخمول. ظاهره الخمول اللي هي معناها تكون طبقه من الاكسيد الغير مسميه على سطح الفلز اللي هو الحديد تمنع استمرار التفاعل. خلي بالك ظاهره الخمول، ظاهره كهروضوئيه، ظاهرة التآصل. انت عندك ثلاث ظواهر موجودين في المنهج، الخمول والكهروضوئية والتآصل. يبقى احنا قلنا ان الظاهرة الكهروضوئية اللي هي ظاهرة
تحرر الالكترونات من سطح الفلز عند سقوط ضوء عليها. اما الظاهره اللي هي بتاعه التآصل، ده وجود العنصر في عده صور تتفق في الخواص الكيميائيه وتختلف في الخواص الفيزيائيه. دي الظواهر اللي عندنا. طبعا ده غير الايزومريزم اللي هي موجوده في العضويه. دي الظواهر اللي موجوده. تعال نشوف كمان تخير ادق الاجابات. عند تسخين الايثانول مع حمض الكبريتيك المركز عند 140 يتكون، ومدي لك اختيارات، وانا قلت لك ان تسخين الايثانول احنا عندنا حاجتين ليه، اما عند 140 او عند 180. في حاله تسخين الايثانول جزء من الايثانول مع حمض الكبريتيك عند 180 بيتكون الايثيلين اللي هو الايثين. اما عند تسخين الايثانول مع حمض الكبريتيك عند 140 فبيتكون اثير ثنائي الميثايل اللي هو CH3O CH3، ينتج عن الهيدره الحفزيه للاستيلين واكسده الناتج اسيتالدهايد ولا حمض اسيتيك ولا الاسيتون. طبعا لو قلنا الهيدره الحفزيه للاستيلين بس وسكت، هيدره حفزيه يبقى اسيتالدهايد، لكن ثم اكسده الناتج يبقى هيتكون حمض الاسيتيك. احسب عدد تاكسد كل من النيتروجين في نيتريت الصوديوم اللي هي NaNO2، نيتريت NaNO2. عايز احسب عدد تاكسد النيتروجين هنا. انا جايب لك الاجابه بس ليه؟ لان انا شرحت السؤال ده قبل كده بالتفصيل، فانا جايب لك الاجابه بس. ازاي تجيب عدد تاكسد النيتروجين هنا؟ برضو ببص للرمز اللي قدامي واقول ده عنصر ولا مركب؟ طلع مركب. طب متعادل ولا ايوني؟ طالما ما عليهوش حاجه من فوق يبقى متعادل، يبقى مجموع كل اللي فيه بصفر. عندي 2 اكسجين زائد 1 نيتروجين زائد 1 صوديوم، كل ده بصفر. 2 في الاكسجين بسالب 2 يبقى دي سالب 4، زائد النيتروجين دي اللي هي س مجهول، زائد الصوديوم اللي هو بموجب 1، كل ده بيساوي صفر. سالب 4 موجب 1 يبقى دي سالب 3، يبقى النيتروجين هنا هتطلع بموجب 3. برضو بنفس الطريقه عايز احسب عدد تاكسد الكبريت في كبريتات الصوديوم. انا جايب لك الاجابه النهائيه لكن انا عايزك انت تحلها بايدك. طيب اقولها لك، Na2SO4 برضه عنصر ولا مركب؟ لا مركب. طيب المركب ده متعادل ولا ايوني؟ لا متعادل، لان ما عليهوش شحنات من فوق لا موجب ولا سالب. طيب 4 في الاكسجين بسالب 2 زائد الكبريت اللي هو س زائد 2 في الصوديوم بموجب 1 يبقى سالب 8 وموجب 2 ادي سالب 6، يبقى الكبريت هتطلع بموجب 6 عشان يبقى مجموع كله صفر. كيف تميز بين كلوريد حديد ثلاثي وكبريتات النحاس؟ بدل المرة 1000 مرة هنقولها 1001. بنميز بين النحاس والألمونيوم والحديد الثنائي والحديد الثلاثي بإن إيه وإتش. في حالة الحديد الثلاثي زي السؤال اللي قدامي هيتكون راسب بني محمر، أما في حالة النحاس فبيتكون راسب أزرق يسود بالتسخين. إحنا هنا شفنا أسئلة كيف تميز، هنشوف سؤالين علل وارجع لك تاني. علل لما ياتي، يفضل الالكترون ان يزدوج مع الكترون اخر في نفس المستوى عن الدخول الى مدار مستقل. طبعا انا لسه قايلها من شويه، ليه الالكترون بيفضل ان هو يزدوج مع الكترون في نفس المستوى ما يروحش المستوى اعلى؟ لان الطاقه الناتجه عن التنافر اقل من الطاقه اللازمه للانتقال. طب السؤال ده مهم قوي، اللي هو الخلية الجلفانية خلية انعكاسية. ليه بنقول على الخلية الجلفانية انعكاسية؟ ليه بنقول على المركب الرصاصي اللي هو مركب السيارة بطارية العربية خلية انعكاسية؟ ليه بنقول على بطارية الموبايل خلية انعكاسية؟ أقول له لأن لما باجي أعمل لها إعادة شحن فأنا بوصلها بمصدر جهد خارجي أكبر من جهد الخلية، ففي الحالة دي الأقطاب تنعكس، يعني الموجب يبقى سالب والسالب يبقى موجب، الانود يبقى كاثود والكاثود يبقى انود، وبالتالي اللي كان بيحصل عنده اكسده يحصل عنده اختزال، واللي يحصل عنده اختزال يحصل عنده اكسده، يبقى بتنعكس الاقطاب وتنعكس التفاعلات. عشان كده بيسموا الخليه الجلفانيه او المركب الرصاصي خليه انعكاسيه. ليه؟ لانه عند توصيلها بمصدر جهد خارجي اكبر من جهد الخليه تنعكس الاقطاب وتنعكس التفاعلات وتتحول الخليه الجلفانيه الى نوع ثاني من الخلايا اللي هي اسمها الخليه التحليليه. هسيبك شوية وهرجع لك تاني على طول، معايا أسئلة مهمة قوي قوي قوي، اوعى تروح في اي حته.